إذا مساء الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في. من خلال هذا المباشر في إطار المواكبة والمتابعة اليومية بخصوص الحالة الوبائية وعدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى جهاز مراكش أسفي، فاليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة واحدة جديدة والحمد لله، حالة واحدة بفيروس كورونا مستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، يصل مجموع الإصابات بجهة أسفي مراكش أسفي إلى غاية الساعة الرابعة من زوال بعد يوم الخميس 18 نوفمبر الجاري إلى 88,990 حالة. وسجلت حالة الإصابة الحالة الإصابة الوحيدة التي تم تسجيلها سجلت على مستوى إقليم أسفي، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة بباقي الأقاليم السبع بالجهة، يعني تدعو على إقليم مراكش، إقليم الرحمنة، إقليم اليوسفية، إقليم شيشاوة، إقليم الحوز، وكذلك إقليم قلعة صراغنة. على المستوى الوطني، أعلنت المديرية العامة للأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة عن تسجيل 94 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 948,633 حالة، وذلك منذ تفشي الوباء ببلادنا. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن عدد الحالات التي تمت الشفاء من المرض حتى الآن وصل العدد ديالها إلى 930,602 حالة، بعد تماثل 108 حالة جديدة للشفاء خلال نفس الفترة بمعدل الشفاء بلغ إلى 98.1%، بينما عدد الوفيات بلغ إلى 14,755 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بمعدل الفتك بلغ إلى 1.6%، بينما عدد الحالات النشطة وصل إلى 3,276 حالة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في ذات السياق أنه وصل عدد الأفراد الذين استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح على المستوى الوطني إلى 24,380,750 شخص، يعني بالنسبة للجرعة الأولى، في حين وصل مجموع الذين تلقوا الجرعة الثانية إلى 22,495,149 مستفيد، وبلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من الجرعة الثالثة إلى 1,595,530. ترتيب العدد الإصابات على مستوى الوطني وعلى مستوى الجهات: جهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة وفاة واحدة، جهة الدار البيضاء 52 حالة، جهة الشرق حالة واحدة، جهة بني ملة الخنفرة 4 ديال الحالات، جهة العيون السقية الحمراء حالة واحدة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 3 ديال الحالات، جهة درعة تفيلات حالتان، جهة قلمي مودنون حالة واحدة، جهة فاس مكناس حالة واحدة. والتي تتضح بأنه هي مجموعة ديال الجهات اللي معروفة بأنه كانت تتعرف إصابات فيروس كورونا، تشوف بأنه اليوم تقتصر على مجموعة ديال الجهات اللي ولات تسجل إصابات خفيفة على العموم، في حين تشوف بأنه كان سبق وزير الصحة أنه أكد بأنه جهات الحمد لله وصلت إلى المناعة الجماعية، وهذا هو المبتغى وهذا هو الهدف بطبيعة الحال متتبعينا خلال هذا المباشر. إذا على العموم بخصوص جهة مراكش أسفي، وكما سبقنا وذكرنا بأن وزارة الصحة اللي أكدت أنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة وحالة وفاة فيروس كورونا مستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات بجهة مراكش أسفي إلى غاية الساعة الرابعة من زوال اليوم الخميس 18 نوفمبر الجاري إلى 88,990 حالة. يعني الإصابة اللي تم تسجيلها على مستوى إقليم أسفي، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة بباقي الأقاليم السبع بالجهة، وهذا الشيء يعني تأكد بأنه الحمد لله الاستقرار الحالة الوبائية على مستوى الوطني وعلى مستوى الجهة، يعني باش أنه جهة كلها هي تتمثل سبعة ديال الأقاليم، يعني تم تسجيل حالة واحدة ووفاة حالة واحدة، فالحمد لله أنه كان استقرار، لما لا إن شاء الله أنه يكون
يعني مع المستقبل القريب انه ان شاء الله انه يكون يعني الحاله الوبائيه هذه تخرج بدون تسجيل اي حاله، وبالتالي نكون اننا وصلنا للمستوى اننا وصلنا الحاله وصلنا المناعه الجماعيه ان شاء الله من خلال المجهودات التي تقوم بها وزاره الصحه ولا وزاره الداخليه من اجل اشعار المواطنين ولا اشعار كذلك الناس المجهودات تسخير يعني المراكز ديال الاستفاده من التلقيح. والحمد لله اليوم كنشوفوا بانه الجرعه الاولى وصلنا 24 مليون او 380 الف و750، الجرعه الثانيه 22 مليون و495 الف و149، الجرعه الثالثه اللي وصلنا والحمد لله الى مليون و595 الف و530. يعني تتضح بانه الحمد لله نبقوا يعني سائرين في اطار اننا ان شاء الله تكون واحد المناعه جماعيه، والحمد لله في اطار تخفيف اللي قررته الحكومه من اجل في اطار انه رفع الحظر التجوال الليلي والعوده ديال الحياه بشكل تدريجي. فالحمد لله ان شاء الله هذه بدات ترجع الحياه بشكل او باخر، يعني الصيروره ديال الحياه اللي ما كانت عليه. وان شاء الله انه هذه الازمه اللي خلفتها كورونا واللي كانت عندها تداعيات خطيره على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي ان شاء الله نتجاوز من خلال حلول جديده للحكومه. خلينا نشكركم، شكرا لكم وتحياتي لكم متتبعينا من خلال هذا المباشر.